بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هنا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. لو أنه اقتصر على ذلك لدخلنا فيهم، ما احنا من أهل الكتاب برضو، أرسل الله كتابا مع موسى توراة، وأرسل كتابا مع عيسى عليه السلام الإنجيل، وأرسل كتابا مع محمد، وأرسل كتابا مع داود، وأرسل صحفا مع إبراهيم، وهكذا أرسل كتب. طيب، يبقى أهل الكتاب دول مين؟ كل دول بما فيهم المسلم. ناس كتير مش فاهمة كده، فاهم أهل الكتاب ده يبقى اليهود والنصارى بس. لا، أهل الكتاب اللي ربنا بيتكلم عنهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى زائد المسلمين. ويؤكد هذا المعنى كلمة من قبلكم وإياكم، يبقى كلمة من قبلكم جزء من أهل الكتاب، وإياكم جزء من أهل الكتاب تاني. فإذا ربنا وهو بيتكلم عن أهل الكتاب بيتكلم عن أقوام أرشدهم، فمن أطاعه نجا ومن عصاه خاب وضل، وده على كل البشر. فيقول لك ده القرآن ليه موقف من الآخر، موقف ايه؟ ده احنا مع الآخر، ده احنا والآخر بقينا حاجة واحد. اللي يتقي الله يمشي، اللي ما يتقيش الله ما يمشيش عند ربنا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. يبقى بيتكلم على قضايا من قبلكم وإياكم، يبقى الكل مأمور بالتقوى. يبقى اللي من أهل الكتاب يخرج عن التقوى ننصحه بأن يلزم دينه الذي أمره بالتقوى. يقول له: دينك بيقولك كده افسد في الأرض، دينك بيقولك كده تقتل الناس، دينك بيقولك كده تظلم الناس، وهكذا. والكلام الموجه لهم هو موجه قبل ذلك لنا. احنا ممنوعين أن نظلم، ممنوعين أن نفسد في الأرض، ممنوعين أن نقتل بغير حق، ومن فعل ذلك منا فقد عصى الله. يبقى إذن رب العالمين يخاطب البشر أجمعين. شوف الكلام اهو، مش بيخاطب المسلمين. يبقى إذن هذا الكتاب هدى للعالمين، وهذا الرسول أرسله الله رحمة للعالمين، وليس قاصرا على فئة آمنت به. وده الكلام اللي قلناه قبل كده في أمة الدعوة وأمة الإجابة. مين أمة الدعوة؟ كل البشر. اعمل تعداد كده في الأرض وقول لي إن عدد السكان الآن أصبح 6.5 مليار، دخلنا في 7، ماشي. أمة الدعوة كام واحد فيهم؟ 7 مليار. الله، أمة الدعوة فيها ملحد؟ ما أنا بدعوه. أمة الدعوة فيها الشرق والغرب والشمال والجنوب؟ أمة الدعوة 7 مليار. أنت عايز تقول إن 7 مليار دول من أمة محمد؟ أيوة، آمن به من آمن هو من أمة محمد،
كفر به من كفر هو من أمة محمد، لأنه محمد جه للبشر. يقول لك أنت يا مسلم عايزين نعرف من أنت. أنا أخوك في الإنسانية يا أخي، أنت من أمتي. قال لي بس أنا بوذي. قلت له من أمتي برضه، بوذي هندوكي، أنت من أمتي. واللي هو من أمتي ده رسول الله قال لي فيه إيه؟ قال لي فيه الدين النصيحة. لا قال لي اضربه ولا أهينه ولا اخرجه من إنسانيته ولا عذبه ولا اقتله ولا ده. قال لي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال لي وجادلهم بالتي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أمة الدعوة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة بقى هذول المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 1.3 مليار دلوقتي، 1.3 مليار من الكام؟ من 6 مليار، داخلين في 7، وتاخدين برضو في 1.5 مليار من 6 مليار، 1.3 مليار. سبحان الله، شاهدين اهو دي أمة محمد، أمة الايه؟ الإجابة. طيب وإن تكفروا، الله ده بيخاطب أقوامنا واحد، ناس آمنت وناس ايه؟ كفرت. اتقوا الله، صدق بالكتاب وقال فعلا أنا هتقي الله. طب وكفر، وإن تكفروا، الكفر الستر، والستر الحجاب، والحجاب جعله بينه وبين كلمة الله، مش بسد، جعل بينه وبين كلام الله ايه؟ حجاب. نعمل ايه بقى؟ الحقيقة لن تتغير، ما هي الحقائق ثابتة، وحقائق الأشياء ثابتة، والإيمان بها متعين. كفرت، الحقيقة اتغيرت، والله ما في حاجة هتتغير، لا الحقيقة الكونية ولا الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية. يعني ناس كفرت وناس آمنت، الفاعل هيتنصب والمفعول هيترفع، الفاعل مرفوع والمفعول مرفوع، الشمس بتطلع من المشرق وبتروح المغرب، ربنا هو رب الكون. آمنت آمنت، ما آمنتش هو رب الكون برضه. يبقى ايه اللي يخلينا في أول الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض نقول عليها أنها حقيقة؟ إنه كررها، هي دي حقيقة. آمنوا واتقوا، مرضتوش وكفرتوا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. برضو يعني آمنت هو كده، كفرت هو كده، ولا كفرك ولا إيمانك هيخرج الحقيقة من حقيقتها. يبقى تصدق ولا ما تصدقش؟ أصدق لأنه دي حقائق أعلى مني. والسؤال العجيب الغريب، هو أنت اللي عملت السماء؟ لا، هاي خلاص، يعني هو بس كفاية كده، أنت اللي عملت السماء؟ انت اللي عملت الارض؟ لا، اختشي بقى، اختشي. ده اللي ايه؟ اللي منور ربنا قلبه يختشي، اللي مش منور هيقعد بقى. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، هيغبش. لكن في الحقيقة الحكاية واضحة وسهلة خالص، انت اللي خلقت السماوات والارض، انت اللي اوجدتهم؟ لا، امال بتتكلم ليه؟ ما تشوف بقى المنهج الالهي ويشوف التقوى فيه ازاي. والحمد لله ربنا بين لنا هذا المنهج بالتفصيل
فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين حميدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحمد وهو محمود، يحمد كل من قدم الخير فضلا من عنده وهو محمود منا عندما نؤمن ونعرف الحقيقة. لذلك عبر بفعيل التي تفيد الفاعل والمفعول معا، فعيل يعني فاعل ومفعول معا، في هنا حميد غنيا حميدا. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.